ظل هذه الجائحة الطالب تأثر من خلال القلق على الامتحان، قلق على كيفية الرجوع للدراسة، كيفية التعامل في أثر الوقاية هذه والبروتوكول تاع الجائحة. بصح الحمد لله كان المركز واقف وكان يحقق في أهدافه بتنظيم حملات وقائية لتقوية وتنمية البناء النفسي للطالب. دور توعوي إرشادي خدماتي من خلال عمل مع الحالات الفردية التي تتردد على المركز لطلب المساعدة النفسية، وكذلك العمل الجماعي. كان العمل عن طريق التخاطب عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد من خلال التحاضرات التي قمنا بها. قصة في المركز وحاليا فرق شاسع. كنت نعاني من القلق، الاضطراب، تشتت الأفكار، ما قدش نركز، ما قدش نحفظ حوايج بزاف. بديت نتابع عند هنا في المركز، علموني كيف ننظم الأفكار تاعي، نظم واجباتي، نظم دروسي. توصية الإرشادات أفادتني في تعديل السلوك اليومي والتركيز على إنجاز مذكرة التخرج. كان له دور كبير في مد جسور التواصل بين الجامعة والطالب أو المجتمع المدني ككل، لأنه خدمات مركز المساعدة النفسية تعدت حتى إلى على مستوى تلاميذ شهادة البكالوريا.